العادة نبدأ بموجز الأخبار. الاتحاد السكندري يتعادل مع المصري 1-1 في الجولة 6 من الدوري العام. والتر بواليا لأول مرة في قائمة النادي الأهلي كما توقعنا، وعودة الشناوي وأحمد ياسر ريان مش في القائمة في هذا اللقاء. بعد أن أعلنت سلبية مسحة محمد هاني عادت إيجابية، أما عمرو السلية فأصبح سلبي وانتظم في التدريبات ولكن في الجيم، وأجاييه بدأ الجري حوالي الملعب الحمد لله على السلامة. كابتن أيمن يونس بيؤكد انتهاء مهمته مع الزمالك وجلسة مع وزير الرياضة تحسم مصيره من الاستمرار أو الرحيل. التفاصيل حولها لكم. ونادي سان تيتيان في تصريحات بيعلن تمسكه بضم مصطفى محمد وبيؤكد ان مفيش رد وصل له حتى الان من نادي الزمالك. والكاس بتحدد الخميس المقبل موعدا لجلسه استماع شكوى الزمالك ضد النجاز ونادي سدوفا الليتواني. ما زال غياب صالح جمعة مستمر عن فريق سيراميكا، لن يشارك في مباراة الأهلي غدا، شد في عضلة السمانة، ألف سلامة. ورسميا نادي سموحة بيطلب ضم صلاح محسن من جديد وأحمد ياسر ريان من النادي الأهلي. والكورونا تضرب نجمين من فريق الإسماعيلي قبل السفر إلى المغرب للقاء الرجاء، عمر الوحش ومدحت فقوسة، وغالبا المباراة ستنتقل من الدار البيضاء إلى مراكش، تم النقل بالفعل. والاعتذار في هذا الأمر هو أعتقد يعني شيء جيد. أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب بيعتذر لإدارة ناديه والحكم المباراة، مباراة فريقه أمام النجم الساحلي، على تصرفه بعد المباراة. الاعتذار هنا قيمة. بعد اكتشاف 12 حالة كورونا في صفوف نادي بلدية المحلة، تأجيل مواجهة الفريق مع كفر الشيخ ليوم 17 من الشهر الجاري. ما زال نجمنا أحمد حسن كوكا في تدريبات التأهيل ومدربه بيعلن أنه حتى هذه اللحظة غير جاهز، المهم الحمد لله أنه عاد للتدريبات بالسلامة. كما توقعنا الكاف بيعلن تأهل الهلال السوداني إلى دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد إلغاء مباراة الإياب مع كوتوكو الغاني. الدحيل يغلق الباب في وجه فرجاني ساسي بعد أن ضم الكيني مايكل أولونجا هداف الدوري الياباني، ده لعيب كويس أوي على فكرة. والكورونا مرة أخرى في الملاعب الإنجليزية، هذه المرة في ملعب أستون فيلا، غلق مقر التدريبات بعد تفشي فيروس كورونا. فوز جديد لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على اليابان وديا 33-25، إلغاء ودية البرازيل لتأجيل موعد وصولهم إلى القاهرة. إصابات في المنتخب التشيكي، المدير الفني ومساعده أحد اللاعبين، وعزل 5 لاعبين مخالطين قبل حضورهم للقاهرة للمشاركة بالمونديال، إن شاء الله يجوا بألف سلامة.